يا سادة، احنا صفحتنا صفحة برنامج ولا تعسره من اهم الادوات اللي بنحاول فيها نصل الى الشعور بيكم والعيش معكم وفي حياتكم. فنسأل الله سبحانه وتعالى انه يديم علينا فضل التواصل والبركة والنور، ونفضل متواصلين دوما. ومعانا الاستاذة فاطمة من القاهرة، تفضل. ايوه، السلام عليكم. ازاي حضرتك يا استاذة فاطمة؟ الله يسلم عمرك يا حبيبتي. الله يبارك حضرتك. معلش عندي سؤال صغير كده. تفضلي. انا معايا اولادي 2 شباب، يعني مش طيب. صغيرين، يعني خلصين جيش وبيشتغلوا، بس انا تعبت في موضوع الصلاة معاهم، تعبت جدا. موضوع ايه؟ الصلاة. يعني وانا عارفة ان حال ولادي زي حال اي شباب، حياتهم الموبايلات والحياة الزائفة واخداهم، وللأسف هم في بيت الأب والأم. الحمد لله بنحاول نرضي ربنا بكل الطرق يعني، وكلمتهم كتير وبتعمد أصلي قدامهم، وبتعمد أقرأ قرآن قدامهم، وقيام الليل قدامهم، والفجر قدامهم أنا وباباهم بس، واتكلم كتير وببعت فيديوهات أوريهم أهمية الصلاة في حياتنا، في حياتنا وفي آخرتنا، وما فيش فايدة. وبدعي كتير، بدعي كام سنة بدعي، وللأسف صلوا مرة 10 لا، وحاجات كتير قوي. بحس هم يعني مش وحشين، بس حتة الالتزام بالتعليم بالتعليم الإسلامي، تعليم والصلاة والقرآن، يعني أبسط حاجة أقول لهم يا ولاد أنتوا ثلاث طيب. اربع خمس ساعات مع الموبايل، ادوني 10 دقائق للقران. بص، عشان خاطري بقى يعني انا اقول لحضرتك استاذه فاطمه، يعني مع تقديري واحترامي لحضرتك، احنا عندنا شويه مشكلات بنعملها في التربيه مع اولادنا. ايه هي بقى؟ ان احنا بنبتدي واحنا بنربي اولادنا على الصلاه، بنربيهم على ان الصلاه مش باب رحمه وباب موده مع الله وباب حب لله. بنبتدي ان هم مش هيكون الانسان مسلم الا اذا صلى. طبعا انا عارف ان كتير من الناس هيقولوا طب ما هو ده المشكله في التربيه اللي احنا بنعملها. احنا مش بنتكلم في ان الانسان هيبقى مسلم ازاي. ما هو تعريف المسلم ان هو اللي بيقوم بالعبادات. لا، تعريف المسلم ابتداء هو الذي يحمل قيم الاسلام، فيحمل قيم الاسلام فيفعل بها العبادات. فهو لازم الأول خالص، وعشان كده كان أول حاجة بيعملها كمسلم إنه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني الأول خالص يرى الله، فلازم إحنا نوريهم ربنا، لازم هم يشوفوا ربنا، لازم يحبوا ربنا الأول. فالخطأ الهيكلي المنهجي اللي إحنا بنعمله في مشكلة تربية أولادنا، إن إحنا بنطالبهم بالصلاة قبل ما نخليهم يروا جمال الله، وقبل ما نخليهم يحبوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فواحد يجي يقول لي هو انا، ما هو علموا اولادكم الصلاه، يعني علموا اولادكم الصله بالله. من هم وصغيرين كنا لازم نعلمهم ان الصلاه صله بين العبد وربي. انت رايح تقابل حبيبك، فعشان كده. لكن انا لما اعلمه ان الصلاه دي هي عباره عن عمليه بيزنس، يعني انا اروح اصلي عشان ربنا يبارك لي، فاذا ما لقاش البركه يقول لي الصلاه عملت ايه؟ هتصلي عشان ربنا يهديك، فيروح يصلي فيلاقي نفسه الأمارة بالسوء بتأمره بأشياء وحشة. لكن هو لو راح للصلاة على إنه رايح لحبيبه، فرايح يكلم مولانا، فحبه لله سبحانه وتعالى هيبقى ملوش دعوة بكل اللي حواليه اللي أنت بتكلمي عنه. بالعكس، ساعتها هياخد من الصلاة ويعيش بيها، ويبقى ساعتها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى إحنا لازم نبتدي بإن الصلاة لقاء الحبيب الأجل سبحانه وتعالى. فهو رايح يكلم حبيبه. طبعا انا لو قلت للناس كده، لا احنا عايزينهم عارفين ايه مشكلتنا، ان احنا بنخلي الاولادنا عايزين يصلوا عشان يبقوا في ميزان حسناتنا. ففي الغالب الاولاد بيحسوا بان هم آله، بيحسوا ان هم المرجو من صلاتهم لينا احنا مش ليهم هم، فبيحسوا بنفس احساسنا ان احنا عايزين ندخلهم الكليه اللي احنا عايزينها. فطريقتي اللي انا شايفها ان انت لو عايز تصلحي ده، نرجع نعيد الامر من اوله، ان احنا ما نخليش الصلاه وببعت لهم فيديوهات عن ترك الصلاه وما اعرفش ايه. احنا هم دلوقتي كبار، محتاجين السند، محتاجين الدعم، محتاجين وهم في الشغل يحسوا بان هم مع الله سبحانه وتعالى. فبعت لهم كل الكلام عن حب الله، عن جمال الله، عن جمال حضره النبي صلى الله عليه وسلم. بس انا عايز الصلاه، ما هو ده اللي هيجيبهم في الصلاه.
بس احنا شويين كده، احنا فاهمين ان احنا عايزين نلحقهم قبل ما يموتوا. وانتوا بتكلموه عن الموت، طب ما هيقول لك خلاص هيستبيع، فاحنا مش عايزين حد يستبيع. كلموهم عن جمال الله وعن لطف الله فيستحي الواحد منهم فيروح يصلي. كلموهم عن جمال حضرة النبي وان حضرة النبي كان بيقول ارحنا بالصلاة يا بلال فيروح يصلي عشان يرتاح. يبقى البابين اللي احنا عايزين نتكلم عنهم هو جمال الله وجمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وان الصلاة دي مش بنعملها عشان بيزنس، الصلاة دي بنعملها لان هي جزء من هويتنا، جزء من عمود حياتنا، ونخليهم يفهموا ان الصلاة دي هي نموذج للحياة. لما بيضيق علينا حاجة نفتكر ربنا، فلما نفتكر ربنا كل شيء ينزاح بذكر الله سبحانه وتعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله لي يطمئن قلبي، ساعتها الصلاة هترجع تاني أحب إليهم وهتبقى قرة عينيهم إن شاء الله. أستاذ عزة من المنوفية تتفضل. أيوة مع حضرتك أستاذ عزة، يعني أتمنى على حضرتك إن حضرتك توطي التلفزيون شوية وتسمعيني من التليفون لو تكرمت. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاضر السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هتمشي ولا وطي التلفزيون بس؟ اتفضل. حاضر السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أستاذ عز. جزاك الله خير يا شيخنا على الحلقة الجميلة دي أولا. ربنا يحفظك يا سيدي. بشكر حضرتك يا شيخنا على الحلقة الجميلة دي. ربنا يحفظك. وبقول لحضرتك دلوقتي حضرتك بتقول على التعاطف الزوجي انه اولا احساس، اولا المفروض اساسا فيه الاحساس بالامان وكده. طيب طبعا طبعا يبقى ده من جهتك انت، التعاطف يبقى جزء اساسي منه احساس احساس الزوجه بالامان. اتفضل. تمام يا فندم. انا دلوقتي حضرتك زوجي كل انتماء لاخواته بيفضلهم عليا وبيجي عليا عشان اخواته وكده وحاجات كتير في حياته انا ما اعرفهاش يعني. فا يعني ادق التفاصيل بقى عيان او كده ياخد اخواته معاه يقول لهم عنده ايه كل حاجاته عند اخواته فوق، يعني ما مش حاسه بالامان ومش انتوا قاعدين في بيت عيله صح؟ اه. طيب اقول لحضرتك الحل يكون انا دلوقتي إيه؟ بعمل كل حاجه بتقول عليه دوت ومش جايب نتيجه برضه، فانا عايزه حياتي تستمر وتبقى كويسه يعني. حاضر اقول لحضرتك ايه الحكايه. جزاك الله خير. شكرا لحضرتك. بصي يا ست، بصي يا ست عزه، الله يعزك طلعي اهله من دماغك، ما ياخد اخواته. يعني هو لو خد اخواته هيحصل ايه؟ ما انت عايزه دلوقتي تتعاطفي معاه، هو الراجل عايش في بيت عيله. عايش في بيت عيله يعني ايه؟ هو اللي اختار كده، هو انتوا اخترتوا ان انتوا تعيشوا في بيت عيله، يعني تعيشوا في هذه البيئه. فايه اللي حاصل؟ فوجود اخواته في عيلته هو حصل امتداد، هو عايش حياه، هو عايش في الكونفورت زون ان هو مع عيلته فاستمرت ده. انت تعرفي تعملي ايه؟ ما تخليش اللي بينه وبين اخواته نزاع بينك وبينه، لكن قدري ده اقرب طريق لقلب جوزك اهله. عايزه تبقي اولويه اساسيه طبعا بلا شك ان الزوجه والمراه، وانا بكلم كل الرجاله، لازم تحسس المراه ان هي الاولويه الاولى في حياتك. ده واجب عليك. واجب عليك ليه؟ لان ده اللي بيحسسها بالامان، لان هي بتحس باحساس غريب قوي. لو خيرت انا ولا اهله هيختار اهله، ما تعرفش هو ده شعور. ما تجيش انت تقول لها غيري نفسك وتربيها، لا لازم تراعي ده. فانا بتقولي ايه؟ اول حاجه اقر حبه لاهله. بعد شويه ايه اللي حاصل؟ شويه مش هيبقوا ست اشهر الى سنه، هتحس ان انت دخلت جوه اعماق قلبه، ولما تدخله في اعماق قلبه هتبقي انت في غايه السعاده وفي غايه الهنا. فلذلك اعملي كده، انت قدري علاقته باهله واحترميها، وحاولوا بقدر الامكان ان انت واحده واحده التعاطف ده توصلي اليه، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك ويجعلك ان شاء الله في خير حال، ويجعلك ان شاء الله في حياته اولى اولوياته. يا ساده احنا معاكم كاملين معاكم، ولكن فاصل ونرجع نستقبل اسئلتكم المباركه، ولكن بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم، معانا اسئلتكم المباركه ومعانا الاستاذ محمد. استاذ محمد اهلا وسهلا. استاذ محمد. لا يا دكتور، مع حضرتك. اتفضل يا استاذ محمد. والله يا دكتور حضرتك انا ليا والدتي حضرتك 70 سنه. ربنا يديها الصحه يا رب. حضرتك يا دكتور بتقبض معاش والدي، معاش والدي حلو. وحضرتك انا مريض بالقلب، وحضرتك احنا ثلاث اخوات عايشين في بيت واحد. وحضرتك هي بتميز واحد عن واحد. طيب.
وحضرتك انا كلمتها كتير، هل يا دكتور لما انا اطلب منها مساعده تقول لي لا ده حرام ولا حلال؟ هجاوب على حضرتك يا استاذ محمد. استاذ محمد سالني سؤالين بس، هو افترض ان السؤال الاولاني دوت ما يعني مش هنلتفت اليه. هو من الافضل ان 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 الاهل يعطوا اولادهم بالسويه، بس اذا فضلوا حد على حد دوت مش حرام، الفتوى بتقول كده، لانه بتصرف حال الحياه. لكن هو لو سوى بينهم هيكون احسن، لكن هو لو ما سواش بينهم مش هيكون مرتكب للحرام، خاصه لو في ميزه نوعيه لحد، ان في حد اصغر فعايزين ندفع مصاريف تعليمه، لو كان في حد عنده احتياج هكذا، يبقى دوت مش هنقدر نقول ان هي بتعمل حاجه حرام. السؤال الثاني هو لو طلبت مساعده من امي هل ده حرام؟ لا، لو طلبت مساعده من امي دوت اكتر سترا للعيوب واكتر حفاظا على الاسره، فانت اذا طلبت منها، ولكن اذا طلبت منها ما على المحسنين من سبيل، مش واجب عليها. لازم نعرف ان انت بتتكسب، اذا كنت بتتكسب وقادر تتكسب فان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليك رزقك، لكن اذا طلبت منها هل يجب عليها ان هي تعطيك اذا كنت انت قادر ان انت تتكسب؟ فالجواب لا. اذا كنت بقى شايل في قلبك ان هي بتدي لاخوك اكتر منك، بقول لك ما تشيلش في قلبك، استمر وخلي حبك لامك مستمر، وخلي دوت ان شاء الله باب من ابواب توسعتك طلبك لوسع الرزق ان شاء الله، وان شاء الله ربنا يكرمك. لما نروح كمان لام يوسف. ام يوسف السلام عليكم فضيله الشيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا ام يوسف. حضرتك فضل ونعمه الحمد لله. اول حاجه انا كنت عايزه اسال حضرتك عن مواعيدك في دار الافتاء. انا موجود كل يوم. طيب تمام. تاني حاجه بقى كنت عايزه اقول لحضرتك بعد اذنك مشكلتي. اتفضلي. دلوقتي حضرتك هل ينفع ان احنا نكمل في حياه فيها بخل عاطفي جامد جدا عشان ولادنا؟ انا بعدت فتره عن جوزي تمام، وبعد كده رجعت له عشان خاطر الولاد. طيب عايزه اقول لحضرتك انا دايما بسنده، يعني دايما في ظهره تمام حضرتك. بس على طول مفيش كلمه متشكر، في بخل عاطفي جامد جدا. لو جيت اتكلمت معايا قلت له مثلا انت ما بتقولش، انت مثلا ما بتقوليش كلمه حلوه، انت مثلا ما بتقوليش انت محتاجه ايه، يرد عليا يقول لي طب وانت ما بتقوليش ليه، يعني انت يعني بما معناه ما بتقوليش انت ليه، ابدا انت. طيب فانا تعبت من البدايه، يعني انا تعبت ان انا على طول انا اللي اقول وانا اللي اتكلم. وحضرتك برضو حضرتك عايزه حضرتك تكلمنا كتير جدا عن ان الزوج لازم برضو يبقى هو مش كل حاجه على الزوجه، لازم الزوج بيتكلم ولازم الزوج يسال مراته على طول انت محتاجه ايه، ايه اللي ناقص، لان احنا بنقول كتير جدا كتير جدا، احنا بنتعب زي الرجاله بالظبط، وبرضو ما بنلاقيش كلمه كويسه كتير خالص. حاضر حاضر. وهل ينفع دعاء الاستخاره ان انا اكمل مع زوجي ولا لا؟ لان انا بفكر كتير جدا ان انا اصلي استخاره على اساس ان لو البعد، لان انا برجع كتير عشان خاطر ولادي، ولادي متعلقين بزوجي جدا. طيب هجاوب على حضرتك يا ام يوسف. ام يوسف سالتني الاول خالص هل حلال ان انا اكمل في جواز مع حد بخيل عاطفيا من اجل الاولاد؟ نعم، وقد يكون دوت امر مستحب وتثابي عليه، بل هو مستحب وتثابي عليه. طيب نعمل ايه بقى مع الازواج اللي هم عندهم بخل عاطفي وما بيعبروش؟ نقول لهم اتقوا الله سبحانه وتعالى في زوجاتكم وكلام لزوج حضرتك، وسمعيك الكلام اللي انا بقوله ده يا سيدي، انت مسؤول عن بيتك، مسؤول عن اولادك، وجزء من وجزء من رعايتك لبيتك، وجزء من تحملك مسؤوليتك، وجزء من استجابه لحضره النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته، ان انت تعبر عن حبك وتعبر عن مشاعرك. ممكن تيجي تقول لي والله بس انا مش حاسس، يا اخي عبر وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيصلح ما بينك وبين زوجتك وتبقى بعد كده حاسس. وعشان كده انا بقول لك اعمل كده امتثالا لامر الله، وقولوا للناس حسنا، انت تمتثل لامر الله فعبر عن مشاعرك، مش كمان مش عبر عن مشاعرك، قول كلام حلو، لان كلام الحلو ده بيلين الحديد يا اخي. انت لو بينك وبين زوجتك، وانا كنت عايز اقول لحضرتك ان البخل ده ممكن يكون ده طبع، وممكن يكون ده رد فعل، رد فعل مفاهيم عنده هو، رد فعل لافعال انت عملتيها فكان ده رد فعل عنده. فالبخل العاطفي مش لازم يكون طبع، فانا اظن ان انت الكلام اللي قلتولي ده مش طبع، وعشان كده شرفونا لان انتوا محتاجين تدخل من خبير عشان نقدر نعمل كده. لكن انا بنصح الزوج اهو، بقول له اتقي الله
وعبر وقل كلاما طيبا، لان هذا جزء من رعايتك لاهل بيتك. طيب، وانا منتظر حضراتكم ان شاء الله، ربنا سبحانه وتعالى يبارك، وان شاء الله ربنا يحفظكم، واستمري في الجواز وما تعمليش استخاره. لا، ما تعمليش استخاره، استمري وانت في طاعه، استمري وانت في طاعه. طيب، والبخل نعمل ايه؟ نروح بقى للخبير عشان نحاول ندير المساله اللي بيننا دي. معانا استاذه امل. استاذه امل، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا استاذه امل. ازيك يا دكتور؟ كل سنه حضرتك طيب. وحضرتك طيبه وبصحه وسلام. الله يكرمك. دلوقتي يا دكتور انا عندي مشكله. اتفضلي. احنا عندنا يعني شقتنا اوضتين وريسبشن. طيب. وعندنا بنتين وولد. فانا اسمى كده الريسبشن بحيث ان انا عامله اوضه الولد، وكنا على امل ان احنا فيما بعد يعني كل شويه ان احنا نحوش على امل ان احنا ننقل في شقه ثلاث اوض وريسبشن. طيب. حوشنا، بس انت شايف الاسعار يعني كل ما نحوش ما بنقدرش نجيب حاجه. طيب. دلوقتي معروض علينا ان احنا ناخد قرض بحيث ان احنا نكمل الشقه. جوزي بقى رافض تماما تماما تماما، يعني لا، وهتفتحي علينا ابواب الربا ومش عاوزين، وانا البنات كبروا يعني منظر الصاله لما يجي لهم دلوقتي حد نصها مقسوم اوضه، فرافض تماما. فهل فعلا كده يعني، هل يعني لو انا محتاجه القرض كده بيقول لي احنا مش في حاجه، احنا كده ده اللي اسمه رفاهيه، دي مش حاجه حقيقيه بحيث ان احنا نفتح علينا ابواب الربا. بص حضرتك انا هجاوب حضرتك. هو ده في الحقيقه، يعني ان احنا لو كنا بنجيب الامر ده عشان الولد يبقى له اوضه، واحنا عندنا ده السكن اللي هو بيسكن فيه الناس اللي في نفس مستواكم الاجتماعي ده، والسكن اللي يعود بالراحه عليكم دوت من قبيل الحاجه وليس من قبيل الترف. يعني ان انتوا تسكنوا فيما يسكن فيه مثلكم، هذا نوع من انواع الحاجات وليس من انواع الترف. فهو بس عشان هو الرجال، هقول لك بس شعور زوجك عشان تقدري تفهميه وتقدري تراعيه. الازواج دايما ما بيحبوش بيعملوا ايه؟ بيعتمدوا على ان احنا بدل ما عندناش مشكله ولا ما عندناش كارثه نعيش كده. ليه؟ لان احنا مش عارفين بكره هيحصل فيه ايه. ففي الغالب بيعتمدوا على ان احنا نستحمل بدل ما نفتح علينا ابواب ممكن انا يختل المساله في ايدي وما اقدرش اسد فيها فيتاثر نظره اهل بيتي ليا، فنستحمل افضل من ان احنا نرتاح. في معادله كده عند بعض الازواج، ودي معادله انا بقول ان هي مش معادله صحيحه. الامر الثاني، اذا كنا هنعمل احنا خلاص، اذا كنا هنمول شراء شقه فده مش من قبيل الربا. اذا كنا هنمول شراء شقه او شيء من هذا فليس هذا من قبيل الربا. فانا عايز اقول له بس اذا تخللت السلعه فلا ربا. واحنا عندنا في الحاله دي اذا اصلا دفعنا عشان ناخد ده عشان نشتري شقه فهناك سلعه، سلعه هي اللي هتتحمل ده، فمش هيكون من قبيل الربا. لكن في نفس الوقت انا مع ان اللي هو بيقوله ده ما بلاش يحصل لنا اغراق في الديون. بس هنا احنا مش عندنا اغراق في الديون، احنا عندنا دين واحد بس، هو دين ان احنا نشتري شقه عشان الاولاد يعيشوا في راحه، لان في الاخر خالص الاولاد بيكبروا ومش هينفع ان الناس تعيش بهذه الطريقه. فاذا انتوا اللي هتعملوه ده مش هيكون في ربا، واللي انتوا بتعملوه دوت هيكون ان شاء الله باب من ابواب التوسعه عليكم، ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لكم الخير. يا ساده، احنا النهارده اتكلمنا عن التعاطف، ربنا يملأ قلوبكم رحمة ومودة وعطف على بعض وحنان. يا رب لا تجعل قلب واحد بيسمعني دلوقتي ولا واحدة بتسمعني دلوقتي إلا وقد ملأته رحمة وملأته إقبال على شريك حياته بالرحمة والمودة والعطف والحنان. يا رب الناس محتاجة حنان، فنسألك وأنت الكريم أن تمن علينا بحنان يجعل القلوب تنشرح إذا تعاطفت وإذا تقاربت وإذا احتوت. يا رب اجعلنا سبب من أسباب الفرج عن أحبابنا، اجعلنا سبب من أسباب سعة الفرح في قلوب أحبابنا. يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، مددك وبركتك وودك حتى نود أحبابنا وأهلنا ببركة نظرك
يا جميل يا رب العالمين.